طب الكل شيء الاخلاق زين اشكرك. بس انا كل ما كل شيء ما اقول لك اشكرك يا متعلم. ناس كتير كانت بتحاول تستوعب تصرف الشاب اللي كان صادم ليهم بشدة. فضل اطلع برا، كوفي هنا أنا موجود بصفنا، بي ليمون وبي شاي راح اختار. عمو ما اعرف هالتعامل هذا يعني شلون يعني. لا ما خاف يلا شو يعني يقول لي اطلع برا شنو ما تطلع برا. لا هو ده الوجع. تريد اساعدك انا اساعدك. انا ما اعرف والله يعني شوف ما اعرف. تريد قهوة عربي تركي؟ الله يبارك فيك هو هذا صحيح بس هي. يعني ليش وجف يعني؟ عمو يتقدمون قدامي؟ انا عارف مو غير هاي وسطنا حلوة سادة. الله يبارك فيك هو ايش رايد يلعب احنا يعني؟ سادة وسط حلوة. عندهم انواع الكوفي البلاك واللاتي والامريكان. انت تقول له فرش وتقول له شو هو اصلا ما يفتهم باللغه الانجليزيه، هو ما يعرف فاتت كل هالسنين بدك تجي انت تعلمه كل هالاشياء هو ما يعرف. اكيد تعاملك ويا والدك نفس الوضعيه. هي دي الصدمه. هذا الحج فظيع، هذا فظيع سبحان الله. بس على كيفك بس ما يخالف رجال كبير بس على كيفك. هي دي الانسانيه. اخي مأخرنا هسه انا ما اخذ شغلي. اخر مو مشكله الله يساعدك. قهوه انا بدي اشرب قهوه. انا بخدمتك قهوه طيبه. لا انا اشرب قهوه. لا انا بخدمتك والله. سوي لي اسبريسو للحجي. انا بخدمتك والله. انا بخدمتك على حسابي عمو. الرحمه افعال ومواقف بجد. تاكيد ساده وعلى حسابي. لا حبيبي انتم على حسابي. انا جدكم ابوكم وعلى حسابي. هاي فلوس والله. هاي ابد ابد. انا ابوك عمك. لا عمو ابويا وعمي. الله يحفظك. لا حبيبي انا ما محتاج. لا عمو ادري ما محتاج حبيبي والله. هاي حبيبي مش محتاج انا اعطيك والله. هسه شطب مش محتاج انا اعطيك والله. لا العفو. انسانيا يعني انساني من متعلم. ست اذا هو ما يعرف انا راح اقعد اعلمه من الصفر. سويت لنا ضجه بالمكان ارجوك. لا امي ارجوك سويت لنا ضجه. اذا طلب انت ما تعرف رجال نطلع برا. هذا من انا جاي وقهوه هنا اروح اشرب. لحظة صعبة على ناس كتير. فرجان لو تطلب الطلب مالتك لو تتفضل هنا اكو كوفي يليق بيك. هذا المكان الناس تعرفها تعرف الاشياء اللي هنا. حاولت تساعد وتشرح للشاب وفي الاخر صممت بمنتهى القوة انه يستبدل بشخص اخر يساعد الراجل. مثلا يقول لك البطن بستان كل شيء تجيب وهذا الشارع كل شيء بيه. وقررنا نسمع منهم اكثر. اهلا شخبارك. رجل كبير بالسن ما يقرا ويكتب كاشير يتعامل وياه بهذه الطريقه القاسيه بصراحه شنو حسيت وانت تسمعين الحوار؟ انعدمت اصلا يعني هوايه ما يحسبون ما يقول انه انا عندي اب هيك عندي اخويا كبير هيك.